السلام عليكم، أنا زيد الحسن من شركة سيسايد. اليوم بدي أعرض عليكم واحد من أرقى وأفخم المجمعات في المنطقة، طبعا منطقة كارغيجاك في مدينة ألانيا، مجمع غرانادا VIP. احنا هلأ داخل الفيلا، طبعا الفيلا مساحتها 265 متر، مساحة كبيرة. احنا بالطابق الارضي للفيلا، الطابق الارضي بتكون من صالون، في مطبخ امريكي مفتوح على الصالون، في غرفة نوم، في حمام. في طابق ثاني للفيلا، الطابق الثاني بتتكون من ثلاث غرف نوم وثلاث حمامات، عليها ترس كبير زي ما راح نعرضه عليكم بعد شوي. الطابق الأرضي فيه طبعا ترس كبير برضه، في مسبح خارجي، في حديقة، يعني أرض محاطة بكامل الفيلا زي ما راح نعرض عليكم بعد شوي. هلا احنا بالطابق الثاني من الفيلا، الطابق الثاني طبعا بتكون من ثلاث غرف نوم ماستر، موجود في الطابق الثاني كمان ساونا، في جاكوزي زي ما راح نعرض عليكم هلا بالفيديو. مساحة هذا المجمع الإجمالية 7950 متر مربع، طبعا بيحتوي على مجموعة فيلل، كل فيلا مساحتها 500 متر مربع، بتتكون من حديقة زي ما رح نعرض عليكم، بتتكون من بركة سباحة خارجية، بركة سباحة داخلية زي ما رح نعرض عليكم بهذا الفيديو. طبعا موقع هذا المجمع أو اللي بتميز فيه هذا المجمع على إطلالة بانورامية كبيرة على مدينة ألانيا وعلى البحر، طبعا إطلالة جبلية برضو من الجهة الثانية، فهذا اللي بيميز مجمع غرانادا.